أكدت الأمم المتحدة ضرورة حماية المدنيين في غزة من القصف الإسرائيلي وإيصال المساعدات الإنسانية، معتبرة أن غزة لا يوجد بها مكان آمن. واعتبرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن غزة لا مكانا آمنا بها بسبب القصف الإسرائيلي المستمر في القطاع. وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنه رغم إخطار الجيش الإسرائيلي للمدنيين في غزة بضرورة إخلاء منازلهم تجنبا لتعريض أنفسهم للخطر، يقصف طيرانه طرق الإخلاء مما يجعلهم عالقين وسط القصف في الشمال والجنوب دون توفر المستلزمات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.